السلام عليكم ومرحبا بكم في ميكرو زيو سيتي. الميكرو ديالنا اليوم غادي يسول الناس على ذكرى المولد النبوي وشنو هي الأنشطة اللي كيقوموا بها أبناء زيو في هذا النهار، وشنو هي الأكلات اللي كيوجدوا الأمهات في هذا العيد. ذكرى مولد النبوي وكيفاش كيستعدوا ليه الأسر في مدينة زيو، وكيفاش كيستعدوا ليه المحلات والتجار الموسميين. ذكرى مولد النبوي بعيون أبناء مدينة زيو، تابعوا معنا هذا التقرير. زايد الرزق وكنا نديروا الطعام ونباتوا نقصروا، وكان لي يصلي على النبي، كان لي يشطحوا، كان لي يقرا ونتعشى ويجتمعوا الناس ونوضوا مع الصبح، نباتوا حتى الصبح الحال حتى الفجر، ونوضوا يصغرتوا يصليوا على النبي، يديروا القهوه ويديروا الزميطه، والصبح نديروا بركوكش وفتارقوا ويجتمعوا والعائلات والناس كل شيء، المهم كيجتمعوا الجيران البنات الكبارات كلها وما يدير، كبارات يصليو على النبي، البنات راك عارفه يبغاو يقصروا يشطحوا ويلعبوا ويفرحوا بسيد النبي حتى الصبح. كما كتشوفوا اليوم والايام ديال الشهر المبارك ديال المولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كتشوفوا حنايا يعني الاحتفال ديالو كي كيمشي يعني ديال المولد النبوي، كما كنسمعوا الاحاديث وكسميتو هو الإحياء الليلة، يعني نحيوها بواحد الطريقة يعني حسنة، يعني كذكر الله وكاجتماع العائلة على ذكر الله والصلاة وبزاف ديال المسائل يعني بالنسبة لهذه الليلة المباركة، ماشي الاحتفال ديالها كما كنشوفوا بعض الناس بالأغاني والسهرات ولاطارت. حنا يعني كعائلة مسلمين الاحتفال ديالنا بالعيد المولد النبوي الشريف هو نعم إحياء الليلة على الذكر والحديث والمذاكرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيرته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف كنهنئوا مدينة زيو كاملين إن شاء الله، لا في الخارج ولا في المغرب ولا في جميع أنحاء العالم، وشكرا لزيو سيتي. أهنئ المسلمين قاطبة في كل مكان بذكرى مولد النبوي الشريف. بالنسبة كبائع التوابل والأعشاب، الإقبال عادي جدا، ما كانش تغيير ولا شي أمور، عادية جدا. لجينا نتكلموا عن المناطق الأخرى كنلقاو بطبيعة الحال كان إقبال، كان عادة التقاليد يعني اللي كتطغى عليهم، ولكن الحمد لله احنا أمور عندنا جد طبيعي. عادي جدا، كل اليوم كيغدى ما كاين حتى شي مشكل. البيع ديال هاد التوابل ولا الاعشاب غادي امور عاديه، وكنحيوا هاد الليله ان شاء الله حتى تقريب حتى 12 الليل، وكنديروا بعض الركعات ديال قيام الليل، يعني هذا الشيء اللي وصلنا عليه النبي. وكنوصيو الدراري والاخوات والاخوه الصغار بانما هاد اليوم يعني هاد الليله يعني ليله من اكبر الليالي، يعني من احسن الليالي، يعني ديال يعني تزاد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ذاك الشيء اللي كتشوفوا يعني كما كنشوفوا العادات ديال المفرقعات ويعني والسكره والناس يعني كتقول لك راه محتفلين بعيد المولد، هذا راه ماشي احتفال، العكس، يعني هذا ما كيبغيه لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشيء ديال كسميتو ديال المفرقعات وداك الشيء ديال يعني الاغاني الصاخبه وداك الشيء، فهمت؟ اما احنا الحمد لله يعني كنتمناو يعني هذه الليالي يحيوها جميع الناس، يعني جميع يعني المنازل، يعني ما ينعسوش، كاين اللي غيصلي العشاء ويرقد، يعني بالعكس هذه الليله هذه خصها ما تنعش، يعني تكون اجتماعات وتكون يعني فهمت على ذكر الله، ماشي اجتماعات غير عن غير الله كما سبق وذكرنا.
فهمتي؟ اجتماعات عن ذكر الله. أحد، فإذا كان القرآن الكريم هو الجانب النظرية والجانب النظرية لهذا الدين، فإن صلى الله عليه وسلم مثل الجانب العملي والجانب التطبيقي، فكان الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينظر إلى قرآن يمشي على الأرض، فكان قرآنا يمشي على الأرض. لهذا لما سئلت أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قالت كان خلقه القرآن، فصلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. الصحابة عاشوا القرآن بشكلين، عاشوا القرآن كلاما مسموعا، وعاشوا القرآن شيئا يرى وشيئا ينظر وشيئا عايشوه. لهذا أثر فيهم القرآن أشد تأثير وأشد تبليغ، لأنهم سمعوه ورأوه بأم أعينهم في شخصه صلى الله عليه وسلم. وبعد الأطفال الصغار خصنا نعلموهم، نقول لهم أودي راه هذا النهار هذا، واش عارفين وشنو هو ولا ما عارفينش؟ يعني هذا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاد في هذا النهار، في هذا الشهر المحرم، وبالخصوص في 12 ربيع الأول، فهمت؟ يعني كما كنشوفوا يعني بزاف ديال الناس اللي كيتاخذوا هذا الشيء هذا يعني زوين، وكاين شي ناس اللي كيمشيو يعني للملاهي والمقاهي وكيقول لك راه حيينا الليله. بالعكس، هو الليله خصها تحيا بهذا الشيء هذا، بالذكر والصلاه والقيام ديال الليل والتضرع لله عز وجل، ونتمنى من الله العلي القدير يتقبل بنا هذا الامسيه ديال الليل يعني اللي غادي نقوموا ان شاء الله هذه الليله، وان شاء الله على جميع المسلمين. وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير، ونتمنوا للجميع ان شاء الله الصحه والعافيه. وكنشكروا بهذه المناسبه هذا زيو سيتي اللي جات عندي للمحل، استاذ فن نشكروها بزاف، جزيل الشكر. كي صغار ديال بنتي صغار كيسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا معنا في هذه الاجواء هذه، بان كنديروا حنا كل عام هذا الشيء ديال عاشوره، وبالنسبه لعند الكليان كيجي عندنا كياخذ علينا، بالنسبه لعند الدرابك ولا بالنسبه لعند هكا الطارات، بالنسبه لعند الشوشولات ولا، الحمد لله كاين اقبال. علاش لا ما كاينش اقبال؟ السلعه بالنسبه لنا حنا كنتقضاوها، اما كنتقضاو السلعه كنجيبوها من مكناس، واما كنتقضاوها من وجده. بالنسبه كنتقضاو على صناع تقليديين اللي كيصبوا شي ديال الجلد كياخذوهم بوجلد من فاس، اما كيتخدموا في مكناس واما كيتخدموا في وجده. كنتقضاو حنا وجده باش كنفرحوا هاد الدراري، حسب هاد الدراري صار كعرف داروا شويه، كنديروا شويه ديال الفرحه شويه ديال السرور بالنسبه لعند الدراري صار. نحتفلوا بالديبوغا بالميش، تلعبوا نقصوا، تمشوا للجدال لعبوا، تمشوا لكيسميتو لعبوا الكويات لعبوا نحتفلوا. والاثمنه كما كتشوف معايا الاثمنه جد مناسبه، انت كتشوف بان الحاجه ديال 2000 فرنك كنديروا 1500، على حسب بالنسبه ديال 3000 كنديروا 2500، على حساب راك عارف، على حساب كنرضيو الدراري الصغار، على حساب الوليدات، على حساب الامهات والاباء وكل شيء. كما كتحتفل راك عارف الانسان كيتجمع العائله، كتجمع العائله وكيكون واحد العيشه جماعه، وكيكون هذا الشيء كما تشوف ديال بالنسبه للاحتفالات بالليل، وهذه هي الاجواء ديال العيد المبارك. هانيه ماشي مشكل، وشكرا انتم على الحضور، وكنشكروا جميع الساكنه، وكنشكركم انتم، وكنشكروا زيو سيتي. اجتمعوا هذيك هي، ما بقاتش اليوم، لا اليوم لا، حتى الغدا اللي هنا دوق قبل بالزو صافي، لا ما بقاوش يديروا، قليل كان اللي يدير قليل، كاين يديروا في الزاويه، يجتمعوا الناس يديروا تما. انا ما بقيتش ندير معاهم، كي مابقاوش يديروا بلينا بحال حتى الغدا مع العشره ونوض ندير باش يبركوا الجيران صافي. وعيدهم مبروك، يدخل علينا بزايد الرزق ان شاء الله، الصحه والهنا كل عام. واش غادي نقول هذا اللي عرفت. يلا صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحية للموقع ديال زيو سيتي اللي كيواكب الأحداث ديال المدينة ديال زيو عامة. وكما كيعرف الجميع هذا اليوم اللي هو يوم عظيم في العالم كامل وعند الأمة الإسلامية، اللي هو المولد النبوي نتاع أشرف خلق عرفاته البشرية. والغريب في الأمر أن الناس كتحتفل بالعيد الميلادي بواحد الطريقة يعني هستيرية. في
المسيحيين يعني كيخليو العيد تاع المولد النبوي اللي هو واحد اليوم عظيم، وكنتمناو من الناس يعني يحتفلوا بهذا اليوم هذا لانه يوم عظيم وزاد فيه يعني اشرف خلق في الكون. وشكرا للموقع زيوسي. بعد الحال والاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف وان يكون طيله السنه باحتفال مولد النبوي الشريف ان يكون طيله السنه، لا نحتكر عن يوم فقط وانما يجب ان نحتفل بذكرى النبوي الشريف طيله السنه. بطبيعه الحال التعريف بالسنه النبويه الشريفه هو التعريف كذلك ان يكون طيله السنه، ما يكونش غير واحد النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام ونختصروا على هذا التعريف، ولا مثلا التعريف بالسوله نتاع النبي صلى الله عليه وسلم او التعريف بالزواجات ديالو والسيره نتاعو بصفه عامه. اما كان كشخص يعني كيفاش كان واش كنحتفل ولا ما كنحتفلش، انا كباقي المسلمين كما نقولوا كتكون جلسات مختصره مثلا في الاحتفالات، كيكون هذاك اليوم ولا ذاك اليومين فيه جلسات ديال الاحتفال وكنذكروا بها السيره نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وكنذكروا فيها الزواجات ديالو والاخلاق ديالو والسمات ديالو والصبر ديالو في الفرح ديالو والسرور ديالو كيفاش كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كتبقى كتذكير فقط ولا بأس، وفيها اختلاف ديال العلماء ولكن لا بأس. والاحتفال بمولد النبوي انا ما عندي حتى شي اشكال انني احتفل بهذاك اليوم، ما عندي حتى شي اشكال الا انها كانت خاليه بالبدع وشي امور اللي هي لا يقبلها العقل ولا الدين ولا الشرع. محمد دينه حق نادين به.